خلوني يعني ارحب دلوقتي بضيفي في 90 دقيقه اللواء عادل العمده، المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. اهلا بحضرتك يا فندم معانا في 90 دقيقه، وكل سنه وحضرتك طيب. كيف يا استاذ علا، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وكل سنه والامه العربيه كلها بخير يا رب. بالتاكيد طبعا احنا يعني هذه الذكرى المميزه جدا بنحاول فيها ان احنا نحتفل ونحتفي بارواح شهدائنا العظماء على مر التاريخ، والحقيقه انهم هذه الذكرى بتواكب او يعني بتوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي اللواء فريق اول عبد المنعم رياض، و هو في الحقيقه بيعتبر ايقونه الشهداء. كلمنا اكتر عن الشهيد عبد المنعم رياض وعن دوره الوطني المميز. الاول طبعا كل التحيه والتقدير لاروح الشهداء كلهم اللي فعلا روت دمائهم اراضي المصريه لكي يدافعوا عن وطنيه ويدافعون، ولولاهم ما كنا هنا بالفعل. واذا يبقى الاثر، يمكن ده عنوان الندوه التثقيفيه اللي هشرفها بالحضور غدا ان شاء الله في هذه الذكرى السيد رئيس الجمهوريه القائد على القوات المسلحه. كل التحيه ايضا والتقدير لاهالي الشهداء اللي فعلا بكل تجرد وبكل اباء قدروا يقدموا ابنائهم لكي يكونوا فعلا ايقونه زي ما حضرتك قلتي، فعلا لكي تدفعنا الى الامام جميعا ونقدر نوصل لما نخطط ونحلم ونستقر ونهدأ يعني في ظل معترك عالمي وتحديات إقليمية ودولية بتقابلنا من كل الاتجاهات. يوم 8 مارس 69 كان في عملية عسكرية قامت فيها في إطار حمل الاستنزاف أحد وحدات القوات المسلحة اللي على الخطوط الأمامية. وكبدت العدد خسائر كثيرة جدا، العدد الإسرائيلي على خسائر كثيرة جدا في العتاد وفي الأرواح وفي المعدات، فبالتالي وكان واجب على القياده العامه للقوات المسلحه انها فعلا تصل من خلال السيد رئيس الوزراء القوات المسلحه في هذا التوقيت الشهيد البطل الجنرال الذهبي فريق عبد المنعم رياض، انها توصل فعلا يوصل للعناصر نفذت هذا العمل ويثني عليهم ويقدم لهم التهنئه ويشد من ازرهم لاستمراريه تنفيذ مثل هذه العمليات اللي كانت توجع العدو الاسرائيلي في هذا التوقيت وجع كبير جدا اللي كان بيحتل اراضينا في الجبهه الشرقيه من قناه السويس. فبالفعل وصل صباح يوم 9 مارس الى غرب القناه وعلى الخطوط الاماميه وتفقد القوات. استشعر العدو الاسرائيلي ان هناك يعني حركه غير عاديه في المكان في الجهه المقابله ليه، كانت منظوره يعني مرئيه، فبالتالي ابتدى يستهدف هذا التجمع بدانات من المدفعيه وبعض الصواريخ وبعض الادوات او العناصر او الوسائل القتاليه اللي ممكن يستخدمها. فطبعا جميع الحضور ابتدى يتخذ من الملاجئ والمخالق الموجوده على الخط الامامي المكشوفه امام العدو ساتر يعني، ولكن ربنا اراد سبحانه وتعالى ان تستهدف احدى الشظايا الناجمه عن احد البنات الشهيد البطل وتودي بحياته، وبالتالي قبل ان يصل الى المستشفى في الاسماعيليه وصعدت روحه الطاهره الى بارئها في هذا التوقيت. طبعا اعتبر من هذا اليوم هو فعلا يعني ذكرى استشهاد، واعتبر يوم الشهيد ربطا بهذه التضحيه الكبيره. وجب ان ننوع على جزئيه مهمه جدا في هذا السياق، ان البطل الشهيد ايضا ابراهيم الرفاعي وهو ابنائه من ابناء الصاعقه المصريه قالوا على نفسهم ان روح الشهيد توارث جسد الشهيد ويوارث اثاره دون ان يساروا لمنفذي هذه العمليه. فبالكامل كده خرجوا في عمل جماعي الى شرق القناه مباشره للمكان الذي استهدف الشهيد البطل، واودوا بحياه هو موجود في هذا المكان، يعني ابادوا كل من هو كان حي موجود في المكان في اطار الثأر للشهيد البطل. ما فيش جندي اسرائيلي كان موجود او قائد او 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 او، ودمرت كل المعدات تم حرقها اللي موجوده في الموقع اللي استهدف الشهيد البطل. ده في دلاله على ان في هناك اصرار ونجاح. استشهاد البطل والاعتفاء به بذكرى استشهاده واعتباره يوما للشهيد في جمهوريه مصر العربيه لم يات من فراغ، ولكن اتى مرتبطا بيعني ملاحم كثيره جدا ومتعدده. طبعا فكره ان الشهيد البطل ينفذ هذا العمل ويتواجد على الخط الامامي ويتواجد مع ابنائه ليها دلاله وليها رؤيه. ان قائد العائله يعني
طول عمرنا المفروض ان القائد بيبقى موجود خلف القوات بصفه عامه في كل الجيوش العالميه، ولكن دائما ابدا القائد المصري بيزامل ابنائه من ابناء من الجنود في الخطوط الاماميه، هو اللي بيتقدم ويدفع ويقودهم خلفه. الدلالة على ذلك ان 27% من الشهداء من الضباط، من الضباط، ده معناه ان تقريبا الثلث الشهداء من الضباط، ده دلالة على ان هو الضابط متلاحم مع العناصر اللي موجودة معاه. المعدلات العالمية بتقول واحد لكل 30 شهيد ضابط لكل 30 مجند في القتال، اي معدل عالمي، لما يبقى 27% يعني واحد لكل 3، ده في حد ذاته يعني دلالة على ان المخاطر المصري او كل ابناء خاطر المصلحة المصرية على قلب رجل واحد، كلهم يشد عضد كل يشد عضد الاخير بكل قوة لتحقيق الهدف اللي هم رسمينه او اللي رسمينه عشان يحاول من خلاله اللي هو النصر او الشهادة، عقيدة قتالية راسخة جواهم تؤكد الدلالة دائما ابدا على ان البطولات موجودة ولم تفنى ابدا من الشعب المصري صاحب الجينات المتميزة في كل الشعوب وصاحب حب أرضه ووطنه بالتأكيد دائما. يعني إذا اتكلمنا سيادة اللواء على كيفية زراعة حب الوطن والانتماء إليه والوطنية في قلوب وعقول أبنائنا وبناتنا الصغار الآن، وكمان إزاي ممكن ننمي لديهم فكرة التضحية والبطولة اقتداء بأبطالنا في القوات المسلحة؟ هو اولا تنميه روح الولاء والانتماء والوفاء بما تم تقديمه بالدوله بتعمله، والاحتفاليه بتاعت بكره ان شاء الله خير وشاهد على ذلك ان تتكرر كل عام، يحضرها القائد الاعلى لخط المسلحه رئيس الجمهوريه بنفسه، وبالتالي بيكرم كثير من الشهداء واسر الشهداء في احتفاليه كلنا بنشوفها وبتبقى يوم بيوم جميل وكلنا بنشهد هذا الكلام. طبعا الدوله المصريه لم تلو جهه في هذا السياق، دور التوعوي التثقيفي اللي بتقدمه قواتنا المسلحه من خلال استعراض البطولات اولا باول، لان كل من ما ادى او من نفذ مع سواء معارك استنزاف او حرب اكتوبر او معاركنا ضد الارهاب يمثل ملحمه قتاليه في حد ذاته. كل الشعب المصري بكل طوائفه بكل عناصره قدموا بطولات. هنضرب امثله بس صغيره كده في العصر الحالي اللي هي اثناء مكافحه الارهاب اللي تم في سيناء لبطولات مصريه. الشهيد البطل سعيد وزميله المصاب جورج ووالدة سعيد الأم السيدة فاطمة التي كانت بصحبة جورج تطببه حينما كان مصابا قبل أن يستشهد ابنها في المستشفى، لدرجة أن طاقم التمريض هي راحت تقول أين ابن جورج، فسألوها وجدوها منقبة أو مؤسف محجبة وجورج طبعا مسيحي، فبالتالي ازاي ده ابنك ده ابني، وبالفعل قعدت طببته وسهرت على رعايته الى ان تم اكتمال شفائه وعاد مره اخرى الى الجبهه ليزامل ابنها سعيد اللي بالفعل كان كلمها وقال لها تكون تتواجد، لان والده جورج كانت مصابه يعني مرض في القلب، وكان من الصعوبه بمكان انها تتعرض للصدمه باصابه ابنها. فيشاء عليه القدير سبحانه وتعالى ان يتم استشهاد سعيد ابن الحاجه فاطمه اللي كانت بتطبب جورج. ده ان دل على شيء يا سياده اللواء يدل على ان الدم المصري سواء في سبيل وطننا الغالي مصر يعني. كله سواء، انا باكد لحضرتك ان دي الشخصيه المصريه والبطوله المصريه. نفس الكلام تجلى في شهيد البطل محمد امن شويقه اللي احتضن الارهاب المفخخ بعزام ناسف في اثناء احد المداهمات اللي كان بينفذها زملائه لكي لا يصل هذا المفخخ ندل الى ابناء زملاء شهيد البطل محمد ايمن شويه ويحاول يفجر نفسه في وسطهم، احتضن وجري بيه مسافه اكثر من 300 متر الى ان خرج قواه، وتم استغلال هذه الفرصه الارهاب المفخخ ودس على الزناد او دس على زر التفجير بتاع الحزام واستشهد البطل مع هذا الارهابي الغاشم، ولكن لكي ينفذ ابناء قوات مسلحه دورهم. هل هذا الرجل وليد لحظه؟ لا بالعكس، ده كان ابوه وجده وخاله وعمه وصاحبه وصديقه وزميله في الشارع وجاره كان بيعمل هذا الاجراء في 73. حضرتك كنت عارفه ان الستر الترابي بيتميز بوجود فتحات نيرانيه متمثله في مزاغل، المزاغل دي بيطلع منها الرشاش نص بوصه يستهدف كل من يحاول العبور على قناه السويس. تسلل هؤلاء الابطال من خلال القناه يعني زي دفاتر بشريه، وقدروا يتسلقوا الستر الترابي ويحاولوا يلقوا قنابل داخل المزاجر النيرانيه دي عشان تبطل مفعول الاسلحه اللي تستهدف ابناء القوات المسلحه اللي بيحاولوا العبور في 73.
فبالتالي الحقيقة إن ده بتتوالى، يعني كلام حضرتك بيؤكد على توالي تضحيات رجال القوات المسلحة جيل بعد جيل الحقيقة، وإنها مستمرة وإنها في الجينات زي ما حضرتك ذكرت سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك.